والبداية عند الكندي روي رانا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة السلة، اللي أخطر مجلس إدارة اتحاد السلة بموعد وصوله للقاهرة لإنهاء إجراءات التعاقد بإذن الله والبدء طبعا في مهمته الفنية مع منتخبنا الوطني. رانا أخطر المسؤولين أنه بيخلص أوراقه الخاصة بالسفر وأنه هيبلغهم إن شاء الله بموعد وصوله فور الانتهاء من إجراءات السفر، واللي بالكتير إن شاء الله هتكون على أول أسبوع اللي جاي. منتخب مصر طبعا هيبدأ استعداداته لخوض منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023، واللي هتتلعب بداية من يوم 21 فبراير اللي جاي. منتخب مصر بيلعب في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة اللي بتضم منتخبات كينيا والسنغال والكونغو الديمقراطية. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة السلة. وزي ما كان معانا طبعا كابتن خالد القوسي امبارح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، كان بيكلمنا عن المدير الفني انه عنده سي في محترم جدا جدا سواء مع منتخب كندا او مع بعض الانديه. يعني بيتكلم مثلا انه في اولمبياد طوكيو لاول مره كان وصول منتخب كندا تحت طبعا ادارته الفنيه للمنتخب لدور الثمانيه بعد غياب مثلا 20 عام يعني. فانت بتتكلم في سي في محترم، سي في تقيل، ولكن التعاقد مع الراجل لحد اغسطس اللي جاي، لان برضو كابتن خالد القوسي كان ليه تصريح مهم جدا معانا النهارده انه مش معنى انه عنده سي في تقيل. لما بساله على فكره هو من ضمن الخطه او من ضمن التعاقد معاه التاهل لاولمبياد باريس 2024، قال لي والله احنا ماشيين معاه ستيب باي ستيب، لانه انا النهارده ما اقدرش احط له خطه طويله المدى يعني، وانا ما اعرفش هو هيقدر يتوفق مع منتخب مصر ولا لا برغم تقل السي في بتاعه على فكره. لكن فكر محترم ان انا النهارده لا، وارد ان هو يكون مدير فني تقيل جدا بس كميته ما تركبش مع كميه المنتخب المصري. فانا النهارده التعاقد بتاعي معاه لحد بس التصفيات المؤهله لكاس العالم ولحد اغسطس اللي جاي. والله الراجل اتوفق يكمل، ما كميتنا مش راكبين على بعض هكمل معاه ليه؟ فده كلام كان محترم جدا من كابتن خالد القوسي، وده طبعا سياسه يعني هو بيعبر لنا او بيقول لنا عن سياسه الاتحاد ككل يعني، فطبعا كلام مهم جدا يعني.